اهلا بيكم معانا في معلوماتنا السريعه دي. بنقول معلومه ايه سريعه كده على الانتي اسيدز المشهوره، وهي الانتي اسيدز كتير منها بيزود الالكالينيتي بايه بتاع اليورين كافكت لوكال، وبعد كده ايه له افكت امباكت على اليورين، زود الالكالينيتي. الالكالينيتي بتاعه اليورين لما بتزيد دي بتزود الايه الاكسكريشن بتاع حاجات زي الاسبرين والليثيوم. اسبرين معروف كبين كيلر، الليثيوم ده في علاج او حاجات كتيره قوي في السايكاتري، ولو قل الليفل بتاعه فجاه ممكن تلاقي يحصل انكريس في السايكاتريك مانيفيستيشن عند العيان، او هنا زياده البين تبدا البين يزيد لو كان البين كنترولد بالاسبرين. فمهم وانا بدي عيان انتي اسيدز اخد بالي قوي انه ايه اللي هو اللوكال دي، ان هتزود الالكالينتي اوف ذا يورين وتزود الاكسكريشن بتاع الاسبرين والليثيوم. فتبص تلاقي ان العيان ده ممكن ايه يجي له المانيفستيشنز ترجع له تاني، وده لان انا ما خدتش بالي ان انا يمكن اضطر ازود الجرعه شويه ايه بتاعت هذه الادويه، او استخدم حاجه تانيه غير الايه الانتي اسيدز ايه معاهم. فمهم قوي ايه ان الكومباينيشن ده ناخد بالنا منه، ان هو وجود انتي اسيدز او استخدامها بيزود الالكاليتي فيورين ويزود الاكسكريشن بتاع الايه الاسبرين ايه والليثيوم في اليورين، وبالتالي يقلل الليفل ايه بتاعهم في البلاد. والى اللقاء مع نقطه اخرى.